طيب عايزه تفضلي؟ لا اتفضل. لا انا عندي سؤال خارج بقى الحته الفنيه خالص، بنتكلم دور اللاعب الكره على المستوى الاجتماعي السوشيال ورك. انت يعني بتقوم بدور، اعتقد دور هايل يعني كتير جدا في مستشفى 57 بتكون متواجد، بتزورها كتير، بتساعد حتى على شكل الناس اللي محتاجه مساعده. بتظهر دور النجم، خلينا نتكلم ما بين قوسين، مش لازم يكون لعيب كره، في خدمه المنتخب او الناس تحس ان هو لا الراجل ده بيعمل حاجه للمجتمع بتاعه. ده شايف ده دور ممكن يتقال ان لعيبه الكوره معظمها ما بتقومش بيه يعني بكل امانه؟ يعني هو يعني برضه هرجع لك يا كابتن هاني لنقطه اللعيبه الكبيره برضه اللي احنا برضه مشينا وراهم في الحته دي. يعني هم كانوا بيوجهوك برضه، اوكي في مكان فلاني هنحتاج ان احنا نروحه، في كذا في كذا في كذا، زائد طبعا التربيه في الموضوع ده مهمه. يعني التربيه يعني هي بتبقى على حسب برضه انت في البيت اهلك معودينك على ايه، مربينك على ايه. الموضوع ملوش علاقه بغنى او فقر قد ما له علاقه بتربيه، ان انت بتبقى حاسس يعني احنا كلنا طبقات متوسطه وطلعنا في طبقات كده ومرينا بالظروف دي، وانت حضرتك عارف ان معظم لعيبه الكوره حالتهم الماديه او بداياتهم اسر كلها بسيطه جدا. ده حقيقي. وبعد كده بيبتدي لعيب الكوره هو اللي بيبقى مسؤول بقى عن اسرته، هو اللي بيكافح، هو اللي بيمشي في المشوار. لكن انا بشوف هو ده واجب، واجب طبيعي ناحيه اي حد، مش شرط يكون لعيب كوره، الدور المجتمعي يشارك فيه، لان بعد ربنا ان ربنا له فضل عليك الناس ليها فضل عليك برضو. صحيح. الناس اللي بتساندك اللي بتدعمك جمهورك. فده مهم جدا. ممكن موضوع المستشفى بروح كتير، انا كان ليا اخت وانا صغير، يعني اخته كانت صغيره توفت بنفس المرض بالكانسر للاطفال. فانت بتبقى يعني حاسس بالمعاناه، يعني بتحس بالناس اللي جوه محتاجه حاجه بتروح تبص بالفتره اللي هي كانت تعبانه فيها لحد ما توفت. فانت بتبقى شايف بقى الناس اللي حواليك، فطبيعي ان انت تبقى متواجد يعني. ودي مش محتاجه ان احنا لا خالص. حمصه ايه يعني؟ ليه رحت زرته؟ حمصه مشجع الاهلاوي الجامد ده؟ لا حمصه انا رحت من نفسي بجد. وانا ما لا حد كلمني ولا حد قال لي، انا عرفت ان في مشجع للنادي الاهلي حصل له حادثه وهو راجع من الماتش، وانا كنت مصاب حتى ما كنتش متواجد مع الفريق. فعرفت ان في مشجع، فكلمت واحد صاحبي قلت له انا عرفت كذا كذا كذا، فوصلني باخوه وعرفت اسم المستشفى، وكلمت واحد صاحبي قلت له مش هقدر اسوق. انت ليه من نفسك عملت كده؟ والله انا حسيت ان انا المفروض اعمل كده، مش حتى يعني هم استغربوا يعني. اهله اتفاجئوا ان انا موجود في المستشفى طبعا. يعني لان طبعا اصل ده جاي يشجع الفرقه وهو راجع القطر وقع، والقطر حصل له عمليه بتر فيعني كانت عمليه خطيره يعني ده واحد ضحى، مش يعني بعز حاجه عنده بصحته علشان خاطر كان بيشجع الفرقه وبيحب النادي والكلام ده كله. فانا مهما عملت له هتعمل له ايه؟ يعني انت هتعوضه بايه؟ هتروح له تزوره يعني هتقف جنبه معنويا؟ ده مش هيساوي اللي هو فقده. فالموضوع مش محتاج يعني مش واجب يتعامل، لا بالعكس هو ده الطبيعي اللي هو يتعامل. فكلمت واحد صاحبي وقلت له مش هقدر اسوق، يعني تعالى معايا عشان هتسوق لحد اسكندريه. ورحنا ويومها الواحد كان في غايه السعاده ان العيله والاهل وهو نفسه كان مبسوط بالزياره. يعني. يعني الحمد لله يعني. ده دور مهم جدا يا سعد، ده اللي بقول لك عليه. ساعات الجماهير بتبقى، انا متاكد 1000000% ان زيارتك ديت الفرحه والسعاده اللي دخلتها على العيله ديت وعليه شخصيا، وهو كمان بيفتكر ده سعد سمير من النادي الاهلي، انا منتمي لكيان عارف قيمه الجماهير مشجد. وعارف قيمه ان الناس اللي بتروح تتفرج ديت ليها قيمه يمكن قبل كمان اللعيبه. فلما تيجي زياره من لعيب جوه النادي الاهلي انت كمان بتربط هذا المشجع اكتر واكتر بالنادي. فدور ده كمان مهم جدا، غير طبعا الدور الانساني انت اتكلمت عليه، حد رايح وتقريبا بيضحي بحياته عشان يتفرج عليا، فبالتالي اول ما يحصل حاجه اكيد لازم هي نقطه مهمه يعني. لحضرتك بتقولها يا كابتن هاني، ودي هتودينا النقطه. حمصه مثلا او الشباب زيه كتير، في ناس بتعشق النادي الاهلي عشق، دي حقيقة. ممكن يعملوا اي حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. فده شاب صغير عنده 17 18 سنه رجله اتقطعت. انا عايز اقول لك ممكن جيل كتير من اللي موجودين او زمايلي ما حضروش الجمهور في المدرجات، وما حضروش جمهور النادي الاهلي في المدرجات، ويمكن السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت طغت على موضوع التشجيع.
والناس بقت تحس ان هي هو ده الجمهور الحقيقي او الفعلي. لكن انا يعني انا بختلف في الموضوع ده خالص، لان مش السوشيال ميديا هو الجمهور الفعلي. جمهور النادي الاهلي حوالي 60-70 مليون. فانت لو جيت تشوف مثلا صفحات النادي الاهلي كلها اللي هي على السوشيال ميديا عليها حوالي 12 مليون. فالفرق كبير. في ناس ما عندهاش السوشيال ميديا، في ناس بتشجع النادي الاهلي وما بيستخدمش السوشيال ميديا. طبعا. وزاد ان انت مش عارف على السوشيال ميديا ده حقيقي كلهم اهلاويه ولا لا، وحقيقي ولا مش حقيقي. صحيح. فجمهور المدرج، جمهور الثالثه شمال، جمهور الالتراس، الجمهور اللي هم الشباب اللي موجودين في المدرج اللي هم بيسافروا ورانا في كل حته، هو ده الجمهور الحقيقي. صوره حموصه هي سعد. حبيبي. فهو ده الجمهور الحقيقي. صحيح. هو ده الجمهور اللي بيلف وراك. احنا مره جالنا واحد في ماتش. واحد. في بطوله افريقيا بره، كان في دوري افريقيا، جالنا واحد. والله يا كابتن هاني يعني مش كلام، بس احنا كلاعيبه احنا يعني قاعدين مكسوفين قبل الماتش. نفسنا نفرح الراجل اللي جالنا ده. طبعا انت بتبقى عايز تفرح جمهور النادي الاهلي كله، بس طبيعي. واحد جالك وسافر وبتحصل مواقف تضحكك بقى مبدئيا، وفي نفس الوقت تخليك تتهز من جوه. يعني مره طبعا خليك ثواني.